نترحم على كل من قد ينحب في معركة الدفاع عن الوطن، ونسأل الله تعالى أن يكون مشهداء، ونسأل الله الشفاء العاجل لجميع جرحانا، ونسأل الله النصر والثبات لكل المقاتلين والمثابرين على خطوط الدفاع عن العاصمة وعلى كل المدن الليبية إن شاء الله. بالنسبة للشحنات الوقود، بالإشارة للتكليف مدير من غريان لأعضاء المديرية المكلفين بتأمين شحنات الوقود وبالتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية الأخرى ذات الاختصاص، سواء كانت منطقة غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية وكان لواء غريان تابع للمنطقة العسكرية الغربية، العمل متواصل على قدم وساق. تم جلب أكثر من شحنة في المدة السابقة لمدينة غريان، والآن جارين على جلب كميات أكثر في الفترة القادمة. تأمين شحنات تأمين المحطات الوقود كان حتوى عمل مشترك ما بين الغرفة الأمنية المشتركة غريان تابع للوزارة الداخلية مع مديرية أمن غريان مع جهاز الدعم المركزي والأجهزة الأمنية الأخرى مع لواء غريان تابع المنطقة العسكرية. عملية توزيع الوقود ولله الحمد لا توجد أي مشاكل، كل المواطنين يتحصلون على المستحقات من الوقود. بالنسبة للتمركزات الأمنية ولله الحمد كل يوم ممكن نقوله إن كل يوم أفضل من يوم من 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 من, من ناحية أمنية. التمركزات الأمنية سواء كانت فترة الصباحية أو المسائية من الأقسام الأخرى بالمديرية، وسواء كانت من قسم النجدة وقسم المرور أو الغرفة الأمنية المشتركة، العملية يعني تعتبر ماشي بشكل أفضل مما سبق. يعني نوعا ما بعض الصعوبات تعتبر صعوبات ما مش بشكل كبير، تقدروا تقول اننا قادرين على التغلب عليها مع مرور الوقت. يعني في بعض الصعوبات تحتاج لبعض الوقت للتغلب عليها، ونشكر السيد معالي وزير الداخليه لوقوفه معنا ومد يد العون وايصال الدعم لمديريه امن غريان، سواء كانت من امكانيات ماديه ملموسه ومن حافز او مركبات اليه وامور اخرى، يعني من 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 دعم لهذه المديريه. يعني مشكلة بشكل الغاز، أو هل في طمأنينة للمواطنين خاصة مدينة غريان؟ نطمن كل هذه المدينة أنها نظرا ظروف القاهرة الظروف العسكرية اللي حاصلة في المدن المنطقة الغربية، سواء وقوف مستودع الوقود والغاز بطريق المطار أو ضعف مستودع الهاني في توفير كميات الغاز للمنطقة الغربية، إلى حد الآن تواصلنا مع شركة البريغا وطمنونا ان باعتبار باذن الله من الاسبوع القادم سيتم توفير دفعات الغاز بشكل متتالي، سواء كانت مره ومرتين في الاسبوع، احيانا تصل الى 5000 اسطوانه اسبوعيا للمدينه باذن الله تعالى. تامين المستودعات من قبل مديريه غريان باذن الله تعالى في الفتره القادمه ستستلم مديريه من غريان والاجهزه الامنيه الاخرى التابعه لها او الاجهزه الامنيه الاخرى التابعه للغرفه الامنيه المشتركه بتامين مستودعات الغاز وتامين شحنات الغاز من مستودع الرئيسي بالزاويه حتى وصولها لمدينه غريان.